هنحل مع بعض بقى اسئله كده على المراجع اللي احنا اخذناها. اول سؤال عندي اجمل بيقول لي تحول التلج الى ماء يعتبر عمليه التلج لما تحول الماء طبعا عمليه انصهار تمام. بعديها رفع درجه حراره الماء الى درجه الغليان. انا عندي ده ميه في حاله سائله لما سخنه هي بعرضه لدرجه الغليان فبالتالي هيتحول لبخار ميه فينتج عندي بخار الماء. عندي يستخدم نقط في صنع الاسلاك الكهربائيه زي ما احنا قلنا النحاس بيستخدم في صنع الاسلاك الكهربائيه. بعديها هيدخل نقط في صناعه الترمومترات ما عنديش غير حاجه واحده اللي هي الزئبق. بعديها يستخدم الكربون او الجرافيت في صناعه النار. الكربون او الجرافيت بعمل منه الاقطاب الموجبه للاعمده الكهربائيه الجافه تمام بستخدمه في صناعه الاقطاب الموجبه للاعمده الكهربائيه الجافه. عندي ثالث حاجه بيقول لي وحده قياس الاطوال الصغيره اللي هي من وحدات قياس الاطوال الصغيره احنا قلنا السنتيمتر والمتر والكيلومتر الاطوال الصغيره اللي هي في السنتيمتر. سابع حاجه يستخدم الميزان الحساس لتقدير الكتل الصغيره. ثاني حاجه يستخدم النقط في تقدير حجم السوائل ما عنديش غير المقبار المدرج. بعديها تسع احتراق الخشب قلنا قلت اول ما نشوف كلمه احتراق على طول ده بيعتبر تغير كيميائي. بعديها انصهار الشمع تغير قلت اول ما نشوف كلمه انصهار على طول يبقى تغير فيزيائي. بعديها يمكن ضغط الماده في حالتها الغازيه فقط يمكن ضغط الماده في حالتها الغازيه. عندي رقم 11 غليان الماء وتصاعد بخاره ده بخار ده تغير فيزيائي ده من قبل دورة التلج اللي احنا قلنا عليها. 12 كوكب المائي فطبعا ده كوكب الأرض أو كوكب الحياة. الكوكب الأحمر ده كوكب المريخ. بيسألني سؤال ليه المريخ بسمى الكوكب الأحمر؟ هقول لأن معدن الحديد معظم ظهوره من معدن الحديد. وعندي الكوكب الأزرق هو كوكب أورانوس. الكوكب الأزرق اللي هو كوكب نبتون. عندي الكوكب البارد ده كوكب أورانوس وأجمل الكواكب ده كوكب الزهرة تمام. نيجي قلنا النجم والقمر والكوكب. النجم ده جسم مضيء بيشاع ضوء وحرارة يبقى عندي النجم جسم مضيء يشاع ضوء وحرارة. عندي القمر ده جسم مؤدب يعكس ضوء الشمس ساقط عليه. عندي الكواكب او الكوكب ده جسم برضه معدن يدور حول الشمس. وانا عندي النجم جسم مضيء بيشع ضوء وحراره. الكوكب جسم معدن يعكس ضوء الشمس ساقط عليه. والكوكب جسم معدن برضه بيدور حول الشمس. نيجي للسؤال الثاني سؤال عدل يقول يستخدم الذهب في صناعه الحريق. هقول له ليه؟ لان له بريق معدني مقابل للتشكيل. له بريق معدني مقابل للتشكيل. رقم 2 يقول يستخدم الزئبق في صناعه الترمومترات. هقول له لانه جاي للتوصيل للحراره. يستخدم الالومنيوم في صناعه اواني الطرح لانه برضه جاي للتوصيل للحراره وقابل للتشكيل. احتراق الشمع تغير كيميائي. هقول له انه تغير في تركيب الماده وينتج عنه ماده جديده ذات خواص مختلفه. خامس حاجه ظاهرة تعقب فصول السنه الاربعه. هقول له بسبب دوران الارض حول الشمس كل 365 وربع يوم. ظاهرة تعقب الليل والنهار بسبب دوران الارض حول محورها كل 24 ساعه. سابع حاجه بيقول لي الشمس نجم والارض كوكب. هقول له ان الشمس جسم مضيء بيشع ضوء وحراره عشان كده بسميه نجم. والارض جسم معدن بيدور حول الشمس. نيجي للمساله الاخيره بيقول لي مقبار مدرج فيه كميه من الماء مقدارها 30 سنتيمتر مكعب. حطيت فيه حجر وضع به حجر فارتفع الماء واصبحت القراءه 50 يعني هو كان 30 اصبح 50. عايز يحسب حجم الحجر. في السؤال ده يا ولاد لما اجي اشوف كلمه مقبار مدرج تمام والاقي فيه رقمين عندي اطرحهم من بعض فيبقى حجم الحجر 50 ناقص 30 هيبقى 20 سنتيمتر مكعب. يبقى انا هقول هنا ان حجم الحجر
الحجر هيبقى حجم الماء والحجر ناقص حجم الماء بس اللي هو هيبقى 50 ناقص 30 20 سنتيمتر مكعب. ولازم ما انساش الوحده اللي عندي،